على ريت خير. يقولون السلام صار ببيزات هاليوم. حاجيني سلامتك احاجي الحمار لامي. بطلوا يا الله يا الله من مال الله. فج عني يا الله من مال الله. فج عني يا ما قاصر لانت بعد يا ابن يا يا لابس ثوب ريال وانت رزي ابيض ثوبك اسود قلبك وفعلك خزي ويا جمرة بالقدو على ثوبه انقزي. ثوبي ثوبي الجديد ثوبي ثوبي احترق ثوبي. ايش سويت هذه عين ما صلت على النبي. هذه عين من اللي تقلب راس القنم من مكانه وتحلفها الشكل؟ ما حد غيرها. أم ناصر يودوها لحقوها يا جماعة لحقوها. إيش بكم أنتوا واقفين ما تسمعون؟ يودوها يودوها هالذيب يودوها 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 هالذيب يودوها وان مدت يدنها دعنا وصير ابوها. انت مناصر؟ لا مبانه. انت مناصر؟ لا مبانه. يودوها يودوها هالذيب يودوها وان مدت يدنها دعنا وصير ابوها. انت مناصر؟ اتشايفني يا ولد امك نظالة او عقلي قاصر؟ انت مناصر. صج ما عندك ما عندك نتفة غيرة والضايق نسوان الديرة. يودوها يودوها هالذيبة يودوها وان مدد يدنها لعنة وصير ابوها. انتي ام ناصر. كع 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 قرتني والله يا الماش. وينك انت وين مناصر وين؟ هذي شعري وشعري قبة ما ينصد بالزراقة. يودوها يودوها هالذيبة يودوها وان مدت يدنها لعنة وصير ابوها. امية ربوية حق اللي يبلي ام ناصر امربطها هني في الميلس. الله يهداك يا ابو سعود. ام ناصر في ريال بروحه يقدر عليها، هذه 10 ريايل والبهم يقدرون يودونها، هذه ساحرة. انا من رأيي سلمك الله انك تكلم اخوك ابو فهد. أخوي أبو فهد؟ وش اللي يقدر عليه أخوي أبو فهد مع أم ناصر؟ الله يسلمك بس أبو فهد كلمته تمشي على العود والصغير في الفريج، ما بتمشي على أم ناصر؟ مو بس تدي اللي أنا عارفه ويعرف كل هل الفريج إن أبو فهد هو اللي يحمي أم ناصر. أخوي أبو فهد يحمي أم ناصر. ها
خميس يا خميس سن سن طال عمرك. ابغاك تروح حق ناصر وتقول له يا عمي ابو فهد يبقيش تمرين عليه باكر عقب العشاء. ان شاء الله طال عمرك باكر من الصبح. الحين الحين بس الحين ليل طال عمرك وناصر. قلت لك الحين يا خميس. ان شاء الله ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله. شو اسوي الحين وناصر وفي الليل بعد؟ اقول راحت عليك يا خماسو. ناصر أم ناصر ليش يا خميس؟ استريح يا خميس. مشكورة مشكورة طال عمرك. قلت لك استريح. إن شاء الله إن شاء الله خير. عمي أبو فهد يبغى يسمون عليه الميلس باكر عقب العشر إن شاء الله. روح بلية قهوة ما يصير. لا ما 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 بي قهوة. ادل لي أمك يا خميس تقهوة. إن شاء الله إن شاء الله. أنت خايف مني يا خميس؟ أنا لو ما عرفك كان خفت منك. أنا خوفي خوفي من المكان اللي أنت فيه. المكان اللي أنا فيه دار مبنية من حصى وطين مثلها مثل أي دار من التي يلسون فيها، وهذا أنا جالسة فيها صار لسنين وما صار فيني شيء. حد أنت غير يا مناصر. إيه يا خميس شفيد كثر الحكي وشتفيد نسخة أوف. الخوف بط الصدر والخوف بط اليوف، والخوف صار السقف للي سكن في الخوف، وهالخوف مثل المرض واحنا سبب يابه. لو بس تتخلصون من رهبة الهيبة ما شفنا واحد شقع والثاني شق يابه. سرعوا بذور الأمل ما يبقى فيكم خوف. شوف ايش كثر شايل استكانات شاي في صينيه كبيره. تقول له على قصار. سمعتك قول لا اله الا الله. يبقى ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ قول لا اله الا الله. اوه قلت في قلبي خلاص فكنا. شفت سويت؟ ما قلتها ما قلت. صدق عين حاره. بل هذه انت زدت على مناصر. ياه هذه وينه وين مناصر؟ هذه ايش تحت الطير من السماء؟ يا جماعه يا جماعه الخير صلوا على النبي وتعوذوا من ابليس وتركوا عنكم سيره مناصر. يا اختي وينه؟ حياك يا ناصر الدار امان. مساك الله بالخير يا ابو فهد. حياك الله يا ناصر حياك. استريحي. خميس بلغني انك تبغيني. خير خير ان شاء الله يا ناصر.
السالفة سلمت. سالفة سعود ولد أخوك. إي نعم. ولد أخوك ظالم يا أبو فهد، وأبوه أظلم منه. بس بيبقى اسمه أخوي وولده مثل ولدي. يعني انت راضي عن ظلم اخوك وولده؟ انا؟ لا والله مو براضي، لكن اذا كانت خلاص يبقى ترد عن ظلمه. انا كلمته ما فاد. الكلمة عمرها ما تكون بلا اي فايدة للي يسمعها ويفهمها. بس اذا كان اصمخ، اللي اصمخ معذور، لكن اللي يتصيمخ لا. ابو سعود مو بروح اللي يتصيمخ يا مناصر. يبقى الكلمة لازم تصير نار، نار تحرق بيبان الحديد اللي منخشين وراها، وطوفان يزيح الطين اللي سادين به أدونهم. أنا خايف عليك يا مناصر، وسعود مو بسهل. لا تخاف يا أبو فهد، وباشر بتشوف الكلمة إيش تقدر تسوي. قايل ذي شايل يونيتين عيش على ظهره، لا ويمشي ولا كنا شايل شيء. تقول مركب معلي. يا ظهري طاحه. الله يقطع بليسك يا ابو خلف، ما تجوز عن سوالفك. يا ليوان يا اهل الشيمه، يا ليوان. شوف شوف لك هالمجب. شوف شوف، حرام حرام عليك يا ابو سعود، راي اللي قزر عمرك الا يخدمك، هو يوم ما تطردنا من البيت. يلا 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 قطع الاغمام برا وسخ الباب. يلا يلا يلا. بالنار والحديد حكم المستبد موصوف، وما يفل الحديد إلا مطارق حديد موصوف، ويا صيخ الحديد للمظلوم خلك نصوف. شو أسوي؟ شو أسوي؟ وين أروح ويا هاليتامى؟ شوفي أنا حكي وايد، أنا ما أبي عندك تدفعين أجار البيت أهلا وسهلا، ما عندك اتقي راسك أنت وعيالك في الطوبة. أخ يدي اتني أنت اتني. يمهل ولا يهمل. ناصر؟ أم ناصر؟ يا دي أبو سعود، يا أبو سعود. خير؟ سمعنا طال عمرك انك معزم تنقل التمر وتبيعه برا الديره. اي نعم، حلالي وانا حرفي. حلالك ما قلنا شيء الله يسلمك، بس الناس في الديره جالسه تدور قلت التمر بتفق، وانت الخير عندك وايد والثمن اللي طالبه وايد علينا وعلى الناس بعد. والله انا ابيع باللي صرفني، والتمر كاهو كاهو موجود قدامكم، عندكم تدفعون قيمته حلال عليكم، ما عندكم تيسروا. من قلب جاس يهب الطمع كمعصار، حش النخل عصر غيوم السمع صار، ويا قل التمر بالجاري صير الريول معصار. سمعوا عاد لا تطولونه وهي قصيرة، تيسروا يا صبي. يلا يا ابو وين التمر الفرضة؟ تيسر. Thank you.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما عرفتوا من هو اللي سوى هالسالفة؟ لا والله يا أبو سعود. على كل حال لا تشيلونهم، أنا تحت أمركم في كل اللي تحتاجون له، ولنجاتي كلها تحت أمركم، ومعها القراقير بعد. جزاك الله خير وما قصرت، بس كل هذه مقابل شنو؟ مقابل رضاكم وراحتكم بس؟ وشي بسيط من للصدونة. ايش كثر يعني؟ ثلثين للصدونة. ثلثين؟ ثلثين وار يا أبو سعود؟ ليش ما تأخذ أنت النص وتخلي النص الثاني لنا؟ لا ها ايش قلتوا؟ ايش تقدر نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مشعل النار بقلوب المشتقين، بالنار هم تابعينك، ويا صانع القراقير بسم الله مد سيامها تعينك، ويا الظالم من قلبي المحروق خذها في عينك. عيني يا عيني يا عيني. أم ناصر أم ناصر لحقوها لحقوها. أم ناصر ما حد يقدر يودها يا أبو سعود، لأنهم حصلوا اللي يحميها. أبو سعود لا تلومني يا أبو فهد، لا تلومني. اللي شفته منها يا أخوي أبو فهد شيء مو بجليل، مو بجليل. أنا اللي تهابن الناس كلها، تعيزني مره لا تملك مال ولا سلطان، بس تملك لسان يا أبو سعود، لسان ينطق بكلام من النار. لو تدري يا أخوي إيش قد أنا أحترق بهالنار اللي ما راح يطفيها إلا الدم يكتر من لسان مناصر. اترك عنك الدم والنار، واجه الكلمة بكلمة أقوى. مع مناصر ما أقدر أسوي شيء. بس أقدر أشور عليك. قول مناصر مثل السمكة، تحط له اليم المناسبة تصيدها. ريال فقير المسكين تجيبه وتتفق معاه على بيستين، وتوديه طريج مسدود ما له غير منفذ واحد، بتحس بوجوده من حرارة عيونها اللي بتنتشر مثل اليمر تحت ريولك وحواليك. ذيك الساعة وبسرعة عط الإشارة حق جماعتك يهجمون عليها ويغطون راسها وعيونها بدفتها. يا صبيان طلعوا. الساعة تصير مناصر بين يدك مثل عصفور مبلل، تسوي فيها اللي تبغي. أقطع لسانها. وعينها بصيخ وتالي حطوها في قرقور ودوروا بها في كل الفرجان، وبعدين حطوها في هوري وقطوها في الجزيرة المستورة تستر على الدير ويها واسمها. Thank you.
يا قلب حق من تلتجي حق من تجي وتروح وميات خاضر نبقى ضب وميات يقول لك روح يا قلب حق من تلتجي حق من تجي وتروح وميات خاضر نبقى ضب وميات يقول لك روح تحكي يا قلبي وتنفعل ما في من زاد قانات الألم وصل نظر عيني تحكي يا قلبي وتنفعل ما في من عيني من زاد قانات الألم وصل نظر عيني لمن بقيت أزرع فرح ألقى الثمر مجروح يا قلب حق من تلتجي حق من تجي وتروح وميات خاضرني بغضب وميات يقول لك روح يا قلب حق من تلتجي حق من تجي وتروح وميات خاضرني بغضب وميات يقول لك روح خسيس الأصل يا لابس من حرير وذهب سترة وينخيل كوني لدمعتي عن الشامتين سترة ويا جرح بالقلب خفيته بالعين كيف أنا سترة ويا جزير من الستر اسمه لي في ربوعك أمان صوبكم هلي بالهم والحسرات أنا سيرت فشي تنثر بالأسياف كلماتي يصير الغضب بينكم متفشي ويطلق النفس من أسرها حول النفس ملتفشي ويا هلي لو تدرون اشقد بالجهل اخطيتوا علي ديش مكتوب عليه شوف ايه هالحكي هذه ما حد يقدر يكتبه غير مناصر وين حصلت الفشية حصلت على السيف طال عمرك وش كثر في مثلها على السيف خبيث يجمع اليهال اللي في الفريج كلهم وروحوا على السيف ولقطوا الفشي كله ونثروه في الفريج في السوق في كل مكان يلا يا خبيث يلا ان شاء الله Thank you.
كلمة الدنيا تتفهم وبها يتربى الصغار. من يعطيها قلبه تحرق من يحرقها بنار. تعبر بر تفضح شر تزرع خير لاجل الغير. شوفوا الكلمة اجروا الكلمة شموا الكلمة موفوا الكلمة حسوا الكلمة بالكلمة احنا بالكلمة نقدر نبني اقوى دار.